اعتقد ان الفن في اوقات كتير قوي مش شرط ان هو يطرح قضيه جدليه عميقه نختلف فيها ونتفق، في اوقات كتير قوي بيعمل حاله ريلاكسيشن، يعني مجرد نوع من الاسترخاء او الاستجمام، ومن خلال الاضاءه على الحاله والطقس اللي بيحصل في الحياه يعني. وده حتى موجود في الادب وفي الفن القصصي وفي الروايه وحاجه زي كده. فاعتقد ان استاذ شفيع كان هدفه هو عمل سبوت عالي على حاله الحياه المصريه داخل ما يطلق عليه مولد سيدنا الحسين، ولكن هو طبعا طرح بعض اسئله، فكره هل هو مولد ولا ذكر ولا حضره، علماء الاجتماع فين والاستشراق فين، ودي اسئله دي عايزه حوار تاني يعني، ما يعني بعيد عن الفيلم قدمه كصوره يعني. انا مش عارف بس هو الجمع ما بين هذه الاسئله العميقه وهذه الصوره الواضحه جدا في النهايه بتنقل الحاله فقط يعني. وده ممكن سؤالي موجه لاستاذ شفيع شلبي في الحاله دي. لكن نشكر استاذ شفيع عموما على مجمل اعماله اللي بيشتغل عليها طول الوقت، وانا شايف ان استاذ شفيع عنده اعمال مهمه جدا جدا، بعض افلامه بالذات القصيد السينمائي اللي عمله المخرج الاستاذ صبحي شفيق، وفيلم يتامى الزعيم الفيلم الاخير اللي بيتكلم عن 60 سنه من عباده الفرد في مصر، وهو فيلم اهميته الحاليه في ان هو بيطرح حاليا في الوقت اللي يعاد فيه خلق الزعيم مره اخرى. انا ما شفتش الفيلم. لا انا شفت الفيلم، شفت اجزاء منه، وشفت لقاءات حضرتك مع يوسف ادريس ومع خالد محي الدين ومع محمد نجيب. فانا مؤمن ان الحاله مبنيه ازاي يعني، ولكن هو اهميته ان هو جاي في وقت مهم جدا، وانا اسف ان خرجت عن مضمون الفيلم ده، ولكن كنا نتمنى ان نرى هذا المشروع المهم يتامى الزعيم يعني. جميل، شكرا. اتفضل تلقائيا، تشرفنا بتقديم نفسك. انا شوقي سيسي مهندس. اولا اهلا وسهلا. انا سالم حضرتك اكلمهم. انا بشكر حضرتك الاول على العمل الجميل دوت، وبشكر الجماعه، وانا شايف ان هي مقارنه بين الزمن الجميل والزمن الوحش اللي احنا عايشينه. اللقطه اللي عجبتني في الفيلمين كلهم، اللقطه اللي علقت عليها الاستاذ مرفت، لما كان الراجل العجوز البسيط الجميل بيرقص بالعصايه، ودخل الولد بيرقص الرقص اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي ده جميل، بيقارن والباقي ده كشكول. لا جميل حضرتك طبعا. لا حضرتك، لا دي مقارنه بين فولكلور اصلي وكلام فارغ كان بيحصل اليومين دول. بس هو تعليقا بس، الفيلمين كلهم بيدوروا على الفقير. دول مش فيلمين، بس توضيحا للي ما حضرناش، اللي انتوا شفتوه ده هو جزء من فيلم مدته 3 ساعات اللاتيف اسمه سيمفونيه الطياره، وده جزء اللي انتوا شفتوه ربع ساعه من سياق، اصلا هو منفصل عن سياق بكل الاسف، لكن بذاته من الممكن ان اللقطتين اللي احنا شفناهم ولا المقطعين اللي احنا شفناهم أيوة. بيتكلموا على البني ادم الفقير، الشخص الفقير اللي عايش ببساطه في زمن جميل ما هوش موجود دلوقتي. فالفقير ده احنا نعرف نساعده بايه؟ انا شايف ان ده اهم دلوقتي. جميل.